في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الخامس في المجموعة الشوط الثالث لفئة اللقاية البكارة. في سباق الأصائل الأسبوعي من مسافة 4 كيلومترات. ننوه لجميع الإخوة المشاركين بأن هناك سباق ثاني أيام العيد 3 أشواط مقام بدعم من السيد حسن بن حمد النعيمي. الشوطين للثنايا وشوط واحد للحقائق بكار. الثنايا من 4 كيلومترات والحقائق بكار من مسافة 2 كيلومتر. وجوائز نقدية قيمة لهذه الأشواط الثلاثة ورموز كذلك بدعم من السيد حسن بن حمد النعيمي. والانطلاقة بتكون عصر في بعد صلاة العصر إن شاء الله. في دورة البصير الدورة هذا الميدان العريق. في هذه اللحظة الحفلة الكريمة اللي في أول المراكز هذه براق السيد سيف بن محمد بن سيف النعيمي في هذه اللحظات في أول المراكز. استلت من الجانب الأيمن هذه جودة للسيد سلطان بن نوار العكيبي في أول المراكز. استلت جودة انتزعت المركز الأول براق للسيد سيف بن محمد بن سيف النعيمي في هذه اللحظات في ثاني مراكز. ثالث المراكز الشاهينية للسيد أحمد بن علي بن راشد السبيعي في هذه اللحظات في ثاني المراكز. أما اللي في رابع المراكز هذه الشاهينية للسيد علي بن عبد المحسن بن عبدان في رابع المراكز. خامس المراكز واصل الصوغة للسيد محمد بن عبيدة بن شينان المري في خامس المراكز. لكن نروح للي في أول المراكز هذه جود للسيد سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي في أول المراكز. اللي في ثاني المراكز الشاهينية للسيد أحمد بن علي بن راشد السبيع في هذه اللحظة في ثاني المراكز. ثالث المراكز أبراق للسيد سيف بن محمد بن سيف النعيمي في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع المراكز واصل الحفلة الكريمة الشاهينية للسيد ناصر بن علي المري مع الشاهينية في رابع المراكز. خامس المراكز وصلت همة للسيد سعد بن سعود الشافي مع همة في هذه اللحظات في خامس المراكز. أرى شعارات عديدة وشعارات سيحين وقت الدخول في الأمتار الأخيرة، ولكن حتى هذه اللحظات المركز الأول أيها الحبل الكريم مع جود لسي سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي في هذه اللحظات. أول المراكز ثاني المراكز الشاهينية والعود ملكية الشاهينية للسيد أحمد بن علي بن راشد السبيعي مع الشاهينية في ثاني في ثاني المراكز. والمنافسة محتدمة بين هذين الاسمين وهذين الشعارين، ولكن وصلت همة للسيد سعد بن سعود آل شافي في ثالث المراكز. رابع المراكز وصلت الشاهينية للسيد ناصر بن علي المري، وتحاول تسلل لانتزاع المراكز المتقدمة من الجانب الأيمن هذه الشاهينية للسيد ناصر بن صقر المريخي في هذه اللحظات أي الحبل الكريم في خامس المراكز. ولكن اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات هي الحفل الكريم هذه جودة لسيد سلطان بن نوار العتيبي مع جود في هذه اللحظات في أول المراكز. ثاني المراكز من الجانب الأيمن الشاهينية ويدعون ملكية الشاهينية للسيد أحمد بن علي بن راشد السبيعي في ثاني المراكز. ثالث المراكز أيها الحفل الكريم واصلة في هذه اللحظات هذه الشاهينية لسيد ناصر بن علي المري من الجانب الأيمن. أرى متعبة لسيد هادي بن سالم باللفجح المري مع متعبة في رابع المراكز إلى ثالث المراكز. همة في خامس المراكز ملكية همة للسيد سعد بن سعود آل شافي مع همة في هذه اللحظات الحفل الكريم في خامس المراكز. اللي في أول المراكز ما زالت حتى هذه اللحظات أول تسللت هذه متعبة أي الحفلة الكريم للسيد هادي بن سالم باللفيح المري مع
متعبة في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه هي الحفلة. كريم جود لسيد سلطان بن نوار العتيبي في ثالث المراكز، وصلت همة لسيد سعد بن سعود آل شافي مع همة في ثالث المراكز، رابع المراكز الشاهينية لسيد ناصر بن علي المري، ولكن متعبة متعبة لسيد هادي بن سالم بن لفيع المري مع متعبة في أول المراكز كما تشاهدونها، وهذا الأداء المميز مع متعبة وهمة واصلة واصلة همة لسيد سعد بن سعود آل شافي مع متعبة في ثاني المراكز، ثالث المراكز أي الحفلة كريمة جود لسيد سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، ولكن متعبة متعبة لسيد هادي بن سالم بن لفجع المري وشعلها اللفجع مبكرا، هذه متعبة أي الحفلة الكريم، ثاني المراكز همة لسيد سعد بن سعود آل شافي في ثاني المراكز، ولكن متعبة حتى هذه اللحظات في أول المراكز ومسيطرة، متعبة متعبة لسيد هادي بن سالم اللفجع، ولكن همة واصلة واصلة همة واللفجع مع متعبة وهمة مع سعد بن سعود آل شافي في ثاني المراكز، متعبة في أول المراكز، هذه متعبة للسيدة هادي بن سالم باللفجة المري، ولكن همة همة ومتعبة ومتعبة مصرة على الناموس وانتزاع المركز الأول، نقول تهانينا والناموس للسيد هادي بن سالم باللفجة المري على فوز متعبة بالمركز الأول، هذه متعبة أيها الحفلة الكريمة كما تشاهدونها انتزعت المركز الأول ثم في ثاني المراكز لسيد سعد بن سعود آل شافي، ثالث المراكز وصايا الحفلة كريم جود لسيد سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت الزمني 6:24 ثانية 94 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة.